ايه دي؟ دي ريحه الفسيخ. اقولك سيبك من الفسيخ، خش على الملوحه مربى. موسم ولازم ناكل فسيخ. ما تكتروش في الفسيخ والحاجات دي قوي، بس كتروا البصل، البصل الاخضر ده مفيد للصحه. حلو قوي، بس هو ريحته شويه هي اللي مشكله. زحمه موت زي ما انت شايفه كده. اشتريته سنة اللي فاتت كان ب 70 75 السنة دي ب 90 و95 هي أسعاره هي زي ما هي. المصريين لازم في إقبال لأن ده موسم وهو مرة واحدة في السنة، فلازم نجيب حاجة نظيفة وحاجة مضمونة وحاجة كمان من أماكن يعني واثقين فيها وفي نظافتها. ده موسم كل الناس لازم هتجيب الحاجات دي، كلش حاجات إلا في شم النسيم. الفسيخ كان السنه اللي فاتت ب 92، السنه دي بقى ب 95، والرنجه كانت ب 38 و35، السنه دي بقى ب 40. طبعا يا فندم لازم ننظفهم حسب رغبه الزبون. يعني احنا عندنا منظمين المكان وعاملين حساباتنا ومنظمينها زي كل سنه، يعني الموضوع مش جديد علينا. يعني هو اقل من السنه اللي فاتت شويه بس يعني الحمد لله. يعني هي معظم الناس اللي هي بتبقى ليله شم نسيم اللي هي يوم الاحد، يعني دوت ده اكتر يوم بيبقى فيه ضغط، لكن شم نسيم بقى اللي ناسي حاجه بقى بيجي يفتكرها. ادي يعني من زمان من صغرنا واحنا بنيجي المحل وكده اهوت، فتعلمنا واحنا معانا الباسكت بتاعنا، وكل يوم كل يعني في كل وقت مثلا كل ساعه او حاجه زي كده بننظف، وزي ما شفت عربيه الزباله بتيجي بتلم الزباله كده. بقى موسم السنه دي يعني تعبان عن الموسم اللي فات، عادي بقى عشان ارتفاع الاسعار برضك. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانت طيبه يعني. كل سنه وانت طيبه. هذا البرنامج برعاية